سخنه وفول سخون وفي ترمس. كيف الشغل هون بسوق الجار؟ الحمد لله كل العالم مبسوطين عليه. صار في مجال اكثر لشغلنا، وبتعرف الواحد يعني يتعرف على الناس، يربي زباين، هذا اهم شيء. جاره يا ستي هو مشروع خيري، هو خيري اكثر ما هو تجاري. والله احنا مرات يعني ما بنشتغل بمصروفنا لكن مبسوطين، مبسوطين صحيح. ضغط بشتري سجاد وبشتري فضة وخشبيات ومن هالشكل هذا وببيع. أنا صار لي 25 سنة وأنا أشتغل، أكثر الناس بيعرفوني. ومعنهم بيعرفوني شيء، قالوا لي تعالي لهون لأسوق جارة وبتعرض كويس مش خامس. أهلاً.